مرحبا بكل مشاهدي شاشة قناة الشروق الفضائية. نتواصل معكم في برمجتنا الخاصة لهذا اليوم واللي بدينا من الساعات الأولى لهذا الصباح. صبيحة اليوم الأربعاء 19 من ديسمبر للعام 1955، أكيد مع العام ده بتمر الذكرى 63 لإعلان استقلال السودان من داخل البرلمان، يمكن إعلان مثل ميلاد دولتنا بشكل الحديث. الحدث الجليل ده كان لكل السودانيين في حقبة الحركة الوطنية فيه أدوار فاعلة في تحقيقه وجعله واقع على الأرض وعلم حتى يرفرف ما بين الأمم. الصحافة والإعلام كان عندها القدح المعلى في تحقيق استقلال السودان من واقع المدافعة في تشكيل الرأي العام السوداني، وكمان من واقع الكفاح والنضال بالخبر وحتى بالمقال. جيل من الصحفيين السودانيين كان لهم سهم وافر في الوصول بالبلاد إلى مراسم رفع علم السودان عاليا خفاقا وإنزال علمين المستعمر في ذلك الصباح الأغر الأول من يناير للعام 1956. يسعدني في الفترة دي أنه يكون معي عدد من الصحفيين اللي كان عندهم أدوار حتى على مستوى الإعلام الحديث أو الصحافة الحديثة. الأستاذ الصحفي صلاح عمر الشيخ، مرحبا بك أستاذ صلاح، وكل عام والسودان بألف خير. عليكم السلام، أهلا بك إسراء، أهلا بك السودان بقناة الشروق، وإحنا بنهني من هنا الشعب السوداني بعيد الاستقلال أو ذكرى الاستقلال. نعم، مرحبا بك أستاذنا فتح الرحمن النحاس، كل سنة وإنت طيب. يا هلا ومرحبا بكم، وسوداننا دائما إلى الأمام. مرحبا بك الأستاذة آمنة، وكل عام وانت بألف خير صاحبة العمود المتميز أمن السيدة. يعطيك العافية، وكل سنة والسودانيين بأمن وخير وسلام. طيب، في المناسبة دي نحن المفروض نتكلم عن واحد من الشخصيات السودانية والإعلامية، واحد من الصحفيين اللي قدم خلال مسيرته عدد كبير جدا من الكتابات وساهم في انه يكون مؤسس لكثير من الصحف السودانية. فقدنا واحد من الصحفيين المخضرمين في الأيام الماضية، أستاذنا الكبير إدريس حسن، بعد مسيرة من العطاء، والمفردة هي أيضا سلاح. نحن بنترحم عليه، لكن في البداية خلونا في الفترة دي نتكلم عنه وعن الأدوار اللي قام بها في تأسيس كثير جدا من الصحف. رحم الله أولاً الأستاذ إدريس حسن. الأستاذ إدريس حسن طبعا واحد من رواد الصحافة السودانية. نعم. ومن الذين بدأوا مبكرا جدا، هو طبعا مشهور بانه احد الصحف. زمان كان في الصفه المعروفه المخبر، المخبر ده هو اللي بيجمع الاخبار، وهو الذي يستطيع ان يعني يكون له عدد كبير جدا من الصحف. طبعا ده معروف عن الاستاذ إدريس حسن انه هو يستطيع ان يكون عنده مصادر متنوعه ومتعدده، ولذلك دي خرجت له علاقات قويه جدا مع السياسيين. نعم. وادته الفرصه في انه يكون دائما اخباره بيجيب اخبار متميزه جدا. ده يمكن اهم ما يميز الاستاذ إدريس حسن. صحيح. وهو يعني هو ارتبط بنشاه الصحافه السودانيه منذ الاربعينات. وارتبط بعدد من الصحف، منها الراي العام والايام وغيرها من الصحف. صحيح. وساهم اكيد ساهم في تاسيسه، وساهم في ارساء، حتى يعني احنا ممكن نقول بشكل عام انه ساهم في ارساء الصحافه السودانيه، لان في بدايات اصلا كانت الصحافه السودانيه وهي بتبدا في الاربعينات. يمكن نتكلم عنها في وقت اخر، لكن الصحافه السودانيه لما بدات، الصحافه لما استقرت في الاربعينات، لانه اي المحاولات السابقه دي كلها محاولات كانت مرتبطة يا إما بالاستعمار نفسه أو بالبيوت الطائفية الكبيرة. لكن بعد كده ابتدت تظهر الصحف اللي هي عاصرة الأستاذ إدريس حسن. الرأي العام في الأول، بعد جات الأيام. صحيح. والأخبار وغيرها. هو الأخبار طبعا تفضل برضه، لكن الفترة دي كانت فترة غنية جدا وسرة جدا. الصحفيين اللي كانوا شغالين فيها كانوا ناس رموز، يعني يمكن نقول هو اخر هو ما اخره، لان الاستاذ محمد صالح ما زال يعني. صحيح. ربنا ان شاء الله يميت في عمره، يديه العافيه، وحاضر الذهن الاستاذ محمد صالح. يعني انا اعتز جدا بانه في برنامج انتجه هنا في الشروق حول صاحبه الجلاله، كان
واحد من اعمته محمود محمد صالح ويدرس حسن بالمصادر. يدرس حسن احنا لو بحثنا في ارشيف الشروق بنلقى انه عنده افادات قويه جدا حول تاريخ الصحافه السودانيه. صحيح. نعم. طيب استاذ النحاس، يعني الاستاذ يتكلم عن نقطه مهمه جدا، في عدد من الصحفيين كانوا حضور في الاستقلال، منهم استاذ محجوب محمد صالح، منهم بروف علي شمو، ربنا يمد في ايامه ان شاء الله يا رب العالمين. فذيل اكيد كان عندهم برضو ادوار في المسيره الطويله دي يعني السنين. نعم نعم، هو يعني فعلا في نجوم واقمار يعني في تاريخ استقلال السودان والتفاعل بتاعه والحركه بتاعت الاستقلال والنضال ضد المستعمر. ناس احمد يوسف هاشم، اسماعيل العتباني، في صحفيين قدام ناصر حمد سليمان، حتى يعني من عشنا معهم فترات ناس محمود ابو العزايم، عبد الرحمن مختار، بشير محمد سعيد، الى ان ناس محجوب محمد صالح، ويعني ديل كلهم يعني ساهموا ولهم وقع خطى يعني في هذه المسيره المشرفة للصحافة السودانية. نعم. وما زال يعني العرق ممتد ويعني منتعش، ينبت كل حين يعني أزهار جديدة وأقمار ونجوم جديدة في الصحافة السودانية. وجواري أمن السيدة، نعم، من الصحفيين الحديثين، سطعت برضه في سماء الصحافة. يعني أدوار فعلا كانت الكلمة كانت أقوى من الرصاص، والكلمة كانت يعني في طعم وقفة كرري، أنصار كرري، وكانت يعني في طعم شموخ وتحبوبة مصعب عبد اللطيف، هل عبد اللطيف عبد الفضيل الماص. فبجانب هذه الروح الوسابة، الجهاد بالنفس كان الجهاد بالكلمة والقلم. ونحن في هذه اللحظات يعني أترحم على من توفي، ونتمنى أن نعيش أكثر من هم بيننا الآن. أكيد يعني دي تاريخ خصيب، نحن نتمنى أن نكون قدره ونقدر نمشي به للأمام تعضيدا لاستقلال السودان ورفعته ونموه. صحيح، يعني القتال عشان من نال الاستقلال كان على كافة الجبهات لو جاز الأقطع به، بتتكلم عن السياسيين، بتتكلم عن الجنود في ميادين القتال، بتتكلم حتى عن المفردة سواء كان من خلال المقال أو حتى من خلال الشعر، ودي واحدة برضو من الأشياء اللي قدرنا ننال بها استقلالنا. أستاذة آمنة، خلينا نتكلم في جزئية مهمة بداها أستاذ صلاح، هل نحن ممكن نأرخ للصحافة السودانية بصحيفة النيل؟ يعني أنا بتكلم عن لما نقول عن الحديث عن مفهوم الصحافة الحالية، يبقى ممكن تأرخ إلى الصحافة السودانية بأكثر من النيل، لأنه أصلا مفهوم الصحافة يعني يمتد ويتنوع، والصحافة السودانية ما أظن بدت بالنيل بس، يعني كان في قبل كده الغازيتا وارتبطت بالأتراك وارتبطت بالمصريين وبكده، ربطها بالنيل بس يظلمها، انا افتكر كده. ولكن كصحافه احنا ممكن نقول الان بالشكل الحالي ده، بالتوزيعات الصحفيه الحاليه، في صحف كثيره جدا سبقت النيل، لانه الان في الصحف الفنيه، في صحف رياضيه، في صحف كده بتصدر بصدور النوع، يعني تديك مجلس الصحافه يمنح الصحيفه الحق في الصدور بنوعه. يبقى احنا الصحافه الادبيه نشات اول بالغازيتا وبالاوراق وبالاصدارات اللي كان بتصدر قبل النيل، ممكن نقول انه قبل النيل كان موجود الصحافه السودانيه. طيب، غير انه الصحافه السودانيه المباشره بشكلها بالاعلام الجماهيري الاصلا اللي كان موجود، بالاشعار اللي كانت موجوده، ما كانت مجرد ادب عابر. الادب الموجود في الفتره دي ما كان ادب عابر، الادب الموجود نمثل له بيوم ضفاير جودي الرسن وقته في فليح يا لط. انا اقول انه اذا دي اغنيه او شعر كان بيصدر في الفتره ديك، يبقى الشعر ما كان شعر عادي، بالتالي لما يصدر وينشر في كتب ويصدر في صحف، بالتالي يعني اننا نؤرخ للصحافه السودانيه من النيل نبقى ظلمنا. طيب، نرجع لاستاذ صلاح ونتكلم فيه عن
كيف فعلا نقدر نقول انه النشاط الصحفي او الاعلامي بشكل عام عن طريق الصحافه المقروءه بدا في الوقت ذاك وتمحور وتمخضت عنده كثير من المسميات زي ما قالت استاذه امنه في شكل اصدارات؟ وبس انا لو وصلت شويه في كلام الاستاذه امنه انه نحن فعلا بنظم الصحافه اذا بدينا من النيل. الصحافه السودانيه، الصحافه السودانيه لما بدت يعني بدت بصحيفه السودان، صحيفه السودان دي صدرت 1903، يمكن هو قبلها حتى في اصدارات الناس كده اعتبروها اصدارات قصيره يعني او ما مهمة. لكن الصحيفه الحقيقيه اللي بدت 1903 نعم باعاز من الحكم الانجليزي لشوام، هم كانوا بيصدروا المخطم في مصر وعزلون انه يطلعوا الجريده اللي اسمها السودان دي. السودان هي أول صحيفة منتظمة تصدر في السودان، واللي هي دي صدر 1903، ولكن كانت إحنا بغض النظر عن بتميل لمنو وتوجهها شنو، هي دي أول صحيفة صدر في السودان، لكن كانت بتميل للحكم الإنجليزي، هم دعنا جد عايز منهم كده. دي 1903 استمرت إلى فترة بس للسودان، بعد ذلك جت بعدها صحيفة اسمها الرايد. الرايد دي صحيفه برضه 1913، لكن برضه يعني دائما الصحافه تلقى انه صحافه في الاول في بدايتها كانت صحافه اجنبيه، هو عندها دلالتين يعني المشرفين على اجانب دلالتين، ان اول حاجه الصحافه السودانيه ارتبطت بالصحافه المصريه. حتى بعد ذاك بدات جات الصحافه السودانيه، جات الصحافه السودانيه ممثله في حضاره السودان، حضاره السودان في 1919. دي برضه هي كانت فيها نوع من الميل للنادي بداها حسين شريف. هو كان رئيس تحرير حسين شريف، وكان منو السيادة منو كانوا الأقطاب الطائفية السودانية. أيوه. محمد اسماعيل علي المرغني الكبير و عبد الرحمن المهدي والهندي شريف الهندي، ديل شاركوا في الجريدة دي وأصبح حضارة السودان أول جريدة. لكن لما بدأت حضارة السودان بدأت واستمرت شوية، بعد شوية قاموا اللي هي دي ادت الى انشاء صحيفه النيل، اول جريده يوميه تصدر صدر صحيفه النيل، بعد ذلك تفرتقت حضاره السودان وجت صحيفه النيل. صحيفه النيل برضه فيها اجنبي لكن كان بمول بتاع عبد الرحمن المهدي، وكانت صحيفه مستقله وبدت اقتصاديه ما صحيفه سياسيه. بدت اقتصاديه واللي هي بعد ذلك جابوا لها واحد مصري اسمه حسن صبحي كان رئيس التحرير بتاعها في الاول. بعد ذلك حتى بدات تصبح سودانيه، ده التسلسل اللي خلى انه احنا عشان كده ما بنقدر نفصل بدايات الصحافه السودانيه، والوقت ده كله ما كان عندها دور واضح في الاستقلال لحد 1919. بعد ذلك ابتدت تصهر المجلات الادبيه، المجلات الادبيه هي اللي كان فيها الدور الحقيقي لمقاومة الاستعمار. زي شنو من المجلات؟ زي النهضة. بدأت بالنهضة. بدأت بمجلة النهضة اللي هي صاحبة عشرية واللي هو ده جمع فيها عدد كبير جدا من المثقفين السودانيين في دي في الثلاثينات. بعد ذاك ثانيات بعد الفجر. الفجر هي المجلة الحقيقية اللي كان فيها مقاومة حقيقية اللي فيها توجه واضح جدا في انه مقالات الادبيه بتاعتها كلها مقالات سياسيه كانت اكثر من النهضه، يعني النهضه كانت مجله ادبيه اكثر منها، لكن لانه في الوقت ذاك ابتدوا خريجين كليه غردون واللي هي ناس محمد احمد محجوب وغيرهم من السياسيين اللي كانوا ظهروا في ذلك الوقت وكانوا بيكتبوا في مجله الفجر، كلهم كانوا بيكتبوا في مجله الفجر، وهذه كانت المقاومه الحقيقيه. حتى بعد ذاك ظهرت بالمناسبه النيل سنه 35، والمجلات دي كانت معاه في نفس الوقت في نفس الفتره، المجلات مجلة النهضة والفجر وكذا كانت في نفس الفترة دي. حتى بعد ذاك ابتدت في بداية الأربعينات سنة 45 جات الرأي العام، بعد ذاك جات بعدها 53 الأيام. والمدهش في السودان في إنه المجلات الجرائد الإقليمية زي كردفان ظهرت في نفس الفترة. جريدة كردفان فاتح النور عملها سنة 45 في نفس التوقيت ونفس الفترة، وديل كلهم كان عندهم الدور في إنهم يلعبوا. عشان كده احنا بنقول دائما احنا لما نعرف الصحافه السودانيه بنقول انه الصحافه السودانيه سبقت الاحزاب، وهي اللي كانت شغاله وهي اللي قاومت الاستعمار. بل ازيدك اقول لك انه الفكره والاقتراح بتاع انه ان يعلن الاستقلال من داخل البرلمان
وهي كانت اصلا صفقه مع في الحرب العالميه، في بدايه الحرب العالميه صفقه في انه والله لو انتم حاربتوا مع الحلفاء نحن بنديكم الاستغلال. الفكره صحفيه بالمناسبه، لانها كان هو عدد من الصحفيين التقوا بواحد من قاده القاده الانجليز، وهو اللي وعدهم بانه اذا دعيتوا لانه تحاربوا معانا، وده اللي حصل فعلا، احنا بنخليكم نديكم الاستقلال. فجاءت الفكره في انه ان يعلن الاستقلال من داخل البرلمان. فده يعني دور فتره الخمسينيات كان فتره فيها حراك للصحافه بشكل كبير، وقبل ذلك اللي هو اكد على انه الصحافه عندها دور لعبته في كل الحراك الوطني بدايه من الاستقلال. حنرجع لموضوع التاريخ ده ونتكلم عن القوانين اللي ظهرت في الوقت ذاك عشان ما تنظم حتى مهنه الصحافه وكثير من الاشياء المربوطه بها، لكن خلينا نتكلم عن صحافه الخمسينات والدور اللي لعبته وواقع الحال الان يا استاذ النحاس في كل الحراك، يعني على مستوى الداخلي وحتى على المستوى الخارجي اللي ممكن تلعبه الصحافه بشكل عام. انا عايز ارجع للفتره بتاعت الاربعينيات. اتفضل. يعني في الفتره بتاعت الاربعينيات ظهرت يعني بوضوح حركه الاحزاب العقائديه او التنظيمات العقائديه، ظهر الحركه بتاعت اليسار، حزب الشيوعي، حركة الإخوان المسلمين بدأت تفتكر 1946 بقيادة المهندس محمد والدكتور يوسف حسن سعيد وبابكر كرار في جامعة الخرطوم، ولاحقا انضم لهم الدكتور الترابي سنة 52. في كان الحزب الجمهوري برضه بتاع محمد طه برضه شغال في الفترة دي، كان في مناسبة في نشاط سياسي صاحبه بعض الاعلام الغير مر، يعني في حركه بتاعت نشاط صحفي او اعلامي هو اكثر ممكن مقاومه سريه. نعم. للمستعمر، لكن ما طفحت على السطح للصوره المطلوبه. لكن لاحقا زي ما ذكر الاخ صلاح انه في حركه بقت واضحه على السطح انه في مقاومه، في كتابات بدات تظهر يعني ضد المستعمر، بدات تظهر القصائد اللي ذكرتها امنه والمقاومة الواضحة جدا. طيب التأثير بتاع الصحافة السودانية، فعلا هي الصحافة السودانية رائدة، ويمكن تكون بالفعل هي سبقت النشاط الحزبي المؤثر في الساحة دي، لأنه يعني بنقول أنه السياسة ذاتها في السودان أصلا بتعتمد على الإعلام، يعني الصحافة السياسة مربوطة بالصحافة. صحيح. يعني السياسيين دائما بيعتمدوا على الصحافة في نقل أنشطتهم، والصحفي طبعا ما عنده سقف محدد ممكن يعني ينداح مع الكلمه مع الراي، لكن السياسي يكون عنده محاذير كثيره بتقيده. فالصحافه قادت النشاط الوطني، قادت التحفيز بتاع الناس انه يمشوا في التيار المناهض للاستعمار، واثر التاثير شديد جدا يعني. وكان المثقفين يعني يتهافتوا على الصحف، حتى لما ظهرت صحف الايام الراي العام، صحف المستمر حتى الان، صحف الصحافه، كل الناس كانت يعني بقت زي كوبايه الشاي مع الصباح، الناس بيتهافتوا عليها وبيقروها وبيتابعوا الحدث. فالصحافه فعلا اثرت تاثير واضح في البنيه السياسيه للمواطن السوداني وفي البنيه السياسيه للاحزاب، حتى في احزاب بتتثقف من الصحافه يعني. يكون زول غاية حزبي ما يكون عارف انه الحاصل في السودان شنو، يشوف الاخبار باستقيام من الصحافه، وحتى الان هذا الدور مستمر يعني. حتى الان يعني الصحافه بنفس القوه وبنفس التاثير بتاع الصحافه قديما، باعتبار انه زي ما قال الاستاذ صلاح زمان كانت فئه العدديه بسيطه لكن كانت نوعيه، وزي نفس الكلام اللي قالته نعم استاذ عام. ده نحب يودينا للطرق للحريه، حريه الصحافه. نعم. كل ما كانت الحريه يصل الصحافه بتساوي الحريه، إذا توفرت الحرية وتوفر النشاط المتسع هي يكون عندها تأثير أقوى. عشان كده ممكن نقول في فترات الحرية والديمقراطية يكون تأثير الصحافة أقوى، لكن في الفترات الشمولية وفترات الحكم العسكري بتقيد بقوانين عشان تكون هي تمشي مع الترتيبات اللي بيتخذها النظام السياسي المعين. عشان كده بيكون ما تأثيرها قوي. عشان كده احنا لازم دائما من الحاجة لحرية الصحافة عشان يكون عندها تأثير، عشان تؤدي دور الوطني، عشان نكون احنا ذاتنا يعني اصحاب ضمائر مرتاحه يعني بنادي في دور وطني. على فكره الصحافه بس ما مربوطه بالسياسه، مربوطه بكل سكنات وحركات الناس باعتبار انه هي فعلا حياه كاعلام. استاذه امنه خلينا نتكلم عن
الأربعينات، ودي فترة أشار لها أستاذ صلاح إنه دي فترة نقدر نقول على كده العصر الذهبي للصحافة السودانية. ليه نحن اعتبرناها كده أو دائما بنتكلم عنها بالطريقة دي؟ شنو تأثيرها كان؟ هو الحقيقة لأنه المجتمع كان ارتبط بها ارتباط مباشر، يمكن هي دي الفترة اللي بدأ فيها حتى السودانيين، كان حتى لما قام نادي الخريجين كان الالتحاق به، حتى تزور الطالع من الكتاب وممكن يعتبر كان خريج، لكن بعد ذاك حتى الخريجين ذاتهم بعد ذاك زي ما بيقولوا هم بيقوا دارسين، يعني غالبيتهم بيقوا دارسين. الصحافة كجريدة أو كإصدار كانت يعني المعين بالنسبة لهم أو المزود بالمعلومة أو ما يفرقوا هم فيه حاجاتهم، فكانت المنتديات حقتهم يعني حاجات متبادلة ما بينهم الاثنين. فالثقافة اللي بقت واضحة وتناول الأشياء بصورة يعني يمكن مرات بصورة تكون واضحة أو بصورة يعني مستترة، كانت هي في الفترة دي سمة الصحافة. الحاجة الثانية اللي أنا بفتكرها إنه الصحافة السودانية الحالية، إحنا بغض النظر عن أي شوائب ممكن تكون، ولكن إحنا نفتكر إنه الأربعينيات هي اللي مهدت للصحافة الحالية. كيف؟ بأن أول حاجة كانت منظمة، كانت فيها لوائح وقوانين تسندها، كانت الصحفي معروف، يعني الصحفي معروف بشكله بحاجاته. الحاجة الثانية قامت في ظل بتاع مقاومة مستعمر مزدوج، يعني كيف إنها هي توصل المعلومة للقارئ السوداني بطرق جميلة، لا يعني تستطيع إنها زي ما بقولوا تعمل مراوغة ما بين المستعمر وما بين ما يريده المواطن السوداني وما بين الأشواق السودانية في إنه السودان ينال الاستقلال. فأنا أفتكر إنه الفترة دي كانت من أقصب الفترات اللي إحنا بنفتكرها إنها عبدت الطريق للصحافة الحالية، لأنه بعد الاستقلال مباشرة السودان كان فيه حكومات ديمقراطية برضو حصل فيها شد وجذب ما بين الحرية اللي بيطلبها النحاس بإنها تكون حرية شكلها نحن ذاتنا دارين إنه كيف، يمكن يعني المجازبة بالحاجات كان في إرث صحفي موجود في إنه نحن دارين يا تشكل من الحرية، هل نحن عايزين ده أو ده؟ كيف بعد ذاك جاءت المقاومة؟ كيف تتعامل بحرية في فترات الديمقراطيات؟ كيف تقاوم في فترات الشموليات؟ يعني الشكل ده البدد به الصحافة السودانية من الفترة دي لحد فترتنا الآن هي كانت في شكل بتاع عمل مستمر لتعبيد ورصف طريق واضح للصحفيين السودانيين الموجودين الآن. يمكن الموجودين الآن دال يعني اشتغلوا في ظل أو بعرق وجهد صحفيين اشتغلوه في زمن مضني جدا، في زمن يمكن هسه انت ممكن تقاوم يعني مسؤول سوداني او حكومه سودانيه، ولكن الاربعينيات كانت الناس شغاله تقاوم في مستعمر حكم مستعمر ثنائي استعمار مزدوج زي ما قلت لك. كل واحد عنده في فكره، كل واحد بيفتكر انه يا تكلمه ممكن تاثر فيه او كده. بالرغم من كده استطاعت انها ترسم خطوط عريضة للشعب السوداني زي ما انت قلتي بمختلف مناحي الحياة فيه، يمكن الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية. فأنا أفتكر إنه نحن يعني المفروض ننحني لهم، يعني لأنه ما وصلنا له الآن هو يعني صار جهده. احنا نحيي الزملاء الصحفيين من اساتذه اجلاء عبدوا الطريق الان لاساتذتنا الموجودين ولزملائنا. استاذ صلاح، لو رجعنا مره ثانيه للعام 1930 بنلقى انه العام ده صدر فيه اول قانون لتنظيم مهنه الصحافه، هل ده وعي مبكر بانه الصحافه دي هي ممكن تكون عندها ادوار تلعبها في الفتره الجايه؟ هو طبعا هو القانون ده لما صدر بالمناسبه كانت الصحافه بتتبع لوزاره الداخليه، نعم، المشرف على الصحافه هي وزاره الداخليه. فلما صدر القانون ده لانه ابتدت تطلع المجلات وبتطلع، وبعدين المستعمر شعر بانه
بقى عندها دور وبقى عندها بتقاوم والمقالات فيها وعندها يعني أرضية وقاعدة من الناس كده. فعشان ينظمها عمل القانون ده ومش عمله بس، حتى في جريدة اسمها السودان افتكر الناشر بتاع اسمه عبد الرحمن محمد يعني حاجة زي دي، أول واحد بعد القانون قدم رفضوا له أبو يده. فيعني القانون اتعمل عشان حسب فهمهم هم عشان ينظم الصحافة القائمة. نعم. وكان في يعني وفي صحف الدول كانوا يرفضوا له وكذا، وبقت في رقابة على الصحافة يعني بسبب القانون ده. والمدهش شنو القانون ده من سنة 1930 ما تغير إلا سنة 1973 في مايو، من 30 إلى 73 نفس القانون ده كان شغال. حتى بعد ذاك سنة 73 تغير القانون وأصبحت للصحافة مجلس هو المشرف عليها وكذا بطريقة مختلفة، لكن الوقت ده كله لحد سنة لحد السبعينات شغالين بقانون 1930. القانون هو في زي ما المستعمر عمله عشان يراقبها الصحافة، ينظمها بالضبط كده عشان يراقبها الصحافة، وده اللي حصل فيه يعني. افتكر ده بالنسبه للقانون. لانه بعد ذاك نشوف سنة 1900 سنة 1930 انت ماشي ابتدت زي ما قلنا تصدر الصحف المستقله في الاول قبل الاحزاب، وبعد ذاك جت الصحف الحزبيه ابتدت تصدر. يعني النيل في الاول سنه 34 كانت صحيفه مستقله، سنه 40 طلعت صوت السودان اللي هي كانت بتمثل الختميه الحرام. بعد شويه النيل ذاتها بقت حقت حزب الامه وهكذا. بعد ذاك جت الميدان، الميدان جت في الخمسينات طبعا، لكن بعد ذاك جت كل حزب بقى يعمل جريدته، والحكايه بقت ماشيه في انه جرايد حزبيه. وبعدين معاها برضه كانت الجرايد المستقله، لانه مثلا اسماعيل عتباني ده كان في صوت السودان.